السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اخر محاضره موجوده في ماده الكمبيوتر اورجانيزيشن والاسمبلي، وهي بتتكلم على البايب لايننج. المحاضره هتكون مسجله في فيديو، ومش هيكون في محاضره في الميعاد بتاع المحاضره، تمام؟ فده اخر شابتر موجود عندنا، وفكرته بسيطة جدا وسهلة، واعتقد تقريبا هو ابسط شابتر، لان معظم المحتوى اللي فيه ومعظم المعلومات اللي انا هتكلم عليها هنا ما هي الا عبارة عن حاجات عدت علينا قبل كده، بس احنا بنحاول نعيدها تاني عشان نوصل فكرة البايبلايننج بيتم ازاي بناء على الكونسبت اللي احنا عارفينه من المحاضرات اللي قبل كده. بايبلايننج فكرتها باختصار، او الهدف منها باختصار، ان انا عايز اوصل لإكسكيوشن تايم سريع للانستراكشنز بتاعت البرنامج اللي انا كتبتها. يعني انا كتبت برنامج مكون من مجموعه انستراكشنز بالهاي ليفل لانجوج، احنا عارفين ان هي بتتحول لاسمبلي لانجوج وبعد كده بتروح تتنفذ. انا عايز اوصل للتنفيذ بتاعي يكون اسرع، تمام؟ هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل وبيتم ازاي بيكون اسرع. في بس نقطه صغيره انا حابب اتكلم عليها في بدايه المحاضره عشان الناس دماغها ما تروحش بعيد. احنا عندنا اكتر من بروسيسور، تمام؟ عندي الشيب بتاعت البروسيسور ممكن يكون فيها سنجل بروسيسنج يونت، ممكن يكون فيها مالتيبل بروسيسنج يونت، تمام؟ اللي هي المالتي كور اللي احنا عارفينها. انا هنا ما بتكلمش على المالتي كور، المالتي كور دي تقدر تنفذ اكتر من تاسك بارلل مع بعض في نفس الوقت. الشابتر ده تقريبا الجزء الاول او 90% من الشابتر بيتكلم على السنجل بروسيسنج يونت. يعني انا عندي في الكمبيوتر بتاعي بروسيسور واحد بس، سنجل كور، هو بينفذ تاسك واحده ات تايم، ما بيقدرش ينفذ اكتر من تاسك بارلل، يعني الاثنين يبقوا شغالين مع بعض في نفس الوقت. لا، هو بيشغل واحده وبيقدر يعمل سواب ما بينها وما بين التاسكس الثانيه، فبيديك ايحاء ان الحاجه شغاله بارلل. فانا اللي بتكلم عليه في الشابتر ده واللي احنا بنركز عليه في الشابتر ده، لان ده الاهم بالنسبه لنا، هي فكره السنجل بروسيسنج يونت. واللي لو فهمنا دي هنفهم يعني ايه المالتي بروسيسنج يونت في الاخر كده، هنتكلم عليها بسرعه في اخر جزء في الشابتر، تمام؟ فانا طول الشابتر هتكلم على السنجل بروسيسنج يونت، ان انا عندي بروسيسور واحد سنجل كور بينفذ تاسك واحده، انا عايز انفذ اكتر من تاسك مع بعض، مش عايزه يخلص التاسك الاولاني او الانستراكشن الاولاني ثم يدخل في الانستراكشن الثاني ثم الثالث، هحس ان انا ماشي سيكوينشال. لا، انا عايز انفذهم الى حد ما بما يعادل البارلل اكسكيوشن واشوف هيعملها ازاي. هي دي فكره. ده الاوفر فيو بتاع الشابتر، ان البايب لايننج تقريبا مستخدم في كل المودرن بروسيسورز اللي موجوده دلوقتي، والبايب لايننج بيحسن، وركزوا في الكلمه دي وهنفهمها قدام شويه، بيحسن السيستم بيرفورمانس بس من خلال الثروبوت مش من خلال الاكسكيوشن تايم. يعني هو مش بيخلي الانستراكشن نفسه يتنفذ اسرع، ولكن هو بيخليني اقدر انفذ كميه انستراكشن كبيره في وقت قليل. ازاي دي بتتم؟ هنتكلم عليها في الشابتر وهنعرف الموضوع بالتفصيل بيتم ازاي. فهو بيحسن حاجه اسمها الثروبوت. الثروبوت ده اللي هي كميه الانستراكشنز اللي انا اقدر انفذها، هحس ان هي بقت كتير، ولكن الانستراكشن تايم الواحد، يعني التايم بتاع تنفيذ الانستراكشن الواحد في الاسمبلي، يعني لو انا عندي انستراكشن مثلا كنت عامل اد الريجستر 5 كوما الريجستر 6 وحط لي الناتج في ريجستر 5، لو انا عامل حاجه زي كده، التايم اللي انا محتاجه لتنفيذ الانستراكشن ده ثابت، ده مش هيزيد، لان لو انت عايز تزوده بقى تدخل في قصه تانية ان انت تحسن جوده البروسيسور نفسه الهاردوير بتاعه. لكن هنا هو مش بيقول لك كده، هو الهدف من الشابتر ان لو ده مثلا بافتراض بياخد ثانيه في التنفيذ، فهو ستيل هياخد ثانيه، بس في خلال الثانيه دي انا هنفذ حاجه تانيه معاه. هي دي معنى كلمة الثروبوت، وهنفهم البايب لايننج بيتم ازاي. هنا في السلايد دي بيقول لك ببساطة كده، لو انت عايز تسرع الكمبيوتر او تسرع الاكسكيوشن تحديدا بتاع البرامج بتاعتك وتحس ان هي بتتنفذ بشكل اسرع، فانت قدامك طريقين، تمام؟ في طريق هنتكلم فيه هنا وده يخصنا احنا، وفي طريق ما يخصناش خالص. الطريق الاولاني ان انت تستخدم فاستر سيركت تكنولوجي، يعني وانت بتصنع البروسيسور احنا عارفين
احنا عارفين من قبل كده ان الحاجتين اللي بيتحكموا في السرعة بتاعت الجهاز هو البروسيسور، دي رقم واحد. الحاجة التانية هي المين ميموري، زي ما اخدنا في الشابتر اللي فات. المين ميموري كل ما كانت سريعة كل ما تعامل البروسيسور معاها هيكون افضل، والاكسكيوشن بتاع البرامج بتاعي هيكون اسرع، وكل ما كانت كبيرة كل ما هقدر اعمل سواب ما بين برامج كتير من غير ما احس ان الجهاز بتاعي تقيل. تمام، ده الحل الاولاني، فده حاجة خاصة بالهاردوير. الحاجة التانية ان انت تحاول ترتب الاوبريشنز بتاعتك بطريقة معينة، او تستغل او تحاول تنفذ الانستراكشنز بتاعتك بطريقة معينة، بحيث ان انت تقدر تنفذ اكتر من انستراكشن بير سكند، اكتر من اوبريشن بير سكند. وهي دي فكرة الشابتر ده. انا عارف ان لغاية دلوقتي ممكن يكون الموضوع غامض، ازاي انا قلت من شوية ان الانستراكشن نفسه لو بياخد ثانية فهو ستيل هياخد ثانية، وازاي هخلي البرنامج بتاعي يتنفذ اسرع؟ ان انا في خلال الثانية دي مش هنفذ الانستراكشن ده بس واسيبه، لا ده انا هنفذ معاه حاجة كمان. ازاي بيتم الموضوع ده؟ السلايد اللي جاية فيه مثال بيوضح الفكرة ببساطة كده، ودي الفكرة الاساسية بتاعت البايب. تخيلوا المثال اللي قدامنا ده. المثال ده معرفش لو في حد منكم سافر بره او ليه حد بره، بره بتبقى فيه غسالات كده او اماكن تقدر تغسل فيها الهدوم بتاعتك، بتبقى زي محلات موجودة في الشارع. تمام، المحل ده بيكون فيه عبارة عن مجموعة غسالات اوتوماتيك، تمام، بتحط فيها الحاجة وتدفع الكوين وتظبط التايمر بتاعك، ولغاية ما تخلص كده هي خلصت غسيل بتاخدها توديها على الدراير اللي هو المجفف. بتبقى برضو ماشين تانية بتحط فيها الهدوم بتاعتك وبتظبطها على تايم معين، وبتدفع بالكوينز اللي هي محتاجاها وتستنى لغاية ما تخلص، وبعد كده بتطبق الهدوم بتاعتك وتاخدها وتمشي. ده اللي بيتم، فده اسمه اللاوندري، اللاوندري اكزامبل. تمام، ففي اللاوندري ده بيعمل ايه؟ قال لك لو فرضنا ان انا عندي 4 اشخاص، تمام، ان وبراين وكاثي وديف اللي هو اي بي سي دي، مش لازم نفتكر الاسماء بتاعهم، انما المهم ان دول ال4 اشخاص اللي هم محتاجين يغسلوا الهدوم بتاعتهم وينشفوها ويطبقوها كمان ويشيلوها. فلو فرضنا ان انا عندي غسالة واحدة ودراير واحد وشخص واحد هو المسؤول عن الفولدنج اللي هو بيحاول يطبق الهدوم، تمام، لو كانت الغسالة بتاخد 30 دقيقة عشان تخلص، والدراير بياخد 40 دقيقة عشان يجفف الهدوم، والفولدر بياخد 20 دقيقة، يبقى أنا التوتال تايم بتاعي لو أنا حبيت أو ال4 أشخاص دول حبوا يغسلوا الهدوم بتاعتهم، التوتال بتاعي هيبقى 20 زائد 30، أنا آسف، زائد 40 زائد 20، أدي كده كام؟ أدي كده 90. 90 لمين؟ 90 للشخص الواحد، يعني اللي هو إيه ده؟ هيبقى محتاج 90 دقيقة، ثم بي يدخل وراه يحتاج 90 دقيقة، ثم سي يدخل وراه يحتاج 90 دقيقة، ثم دي يدخل وراه يحتاج 90 دقيقة. تمام؟ ده التوتال تايم اللي أنا محتاجه، يعني هنا أنا محتاج ساعة ونص، وهنا ساعة ونص، أنا آسف، هنا محتاج 3 ساعات، وهنا محتاج 3 ساعات، يعني التوتال كله أنا محتاج 6 ساعات عشان ال4 أشخاص دول يغسلوا الهدوم بتاعتهم، ويجففوهم، ويطبقوهم، ويمشوا. ده الشكل لو انا نفذت الاكزامبل ده سيكوينشال وما استخدمتش فكرة البايب لايننج. اللي بيحصل ان الشخص الاولاني ايه، هيحط الهدوم بتاعته هنا ويستنى 30 دقيقة، بعد كده ياخدها يحطها في الدراير ويستنى 40 دقيقة، وبعد كده يبعتها للشخص اللي بيطبق الهدوم ويستنى 20 دقيقة. ده خلص كده، دول التسعين دقيقة الأولانيين خلصوا. يدخل الشخص التاني يحط الهدوم بتاعته هنا، وبعد كده يجففها، وبعد كده يبعتها للشخص ده عشان يطبقها، واللي وراه واللي وراه. فانا التوتال بتاعي محتاج 6 ساعات زي ما احنا اتكلمنا من شويه، 6 ساعات عشان انفذ ال4 تاسكس دول. هنا مفيش اي بايب لاين. تمام، لو انا حبيت استخدم البايب لاين هلاقي ان في اوقات الووشنج ماشين بتبقى فاضيه فيها، انا ليه ما استغلهاش؟ يعني مثلا لو انا الشخص ايه ده حط الهدوم بتاعته في الغساله واستنى ال 30 دقيقه، بعد كده اخدهم حطهم في الدراير، في الوقت اللي الهدوم بتاعته في الدراير الغسالة فاضية، طب ما ممكن الشخص بي ده يدخل يحط الهدوم بتاعته هنا. هي دي فكرة البايب لايننج، ان انا مش لازم استنى الانستراكشن الاولاني كله يخلص علشان ابدأ انفذ في الانستراكشن التاني، لا ده انا ممكن اخلص منه جزء وابدأ
اشتغل او انفذ في الانستراكشن اللي وراه، وفي نفس الوقت الانستراكشن الاولاني شغال زي ما هو. فالتاني دخل هنا حط الهدوم بتاعته في الواشنج ماشين، بعد كده ده خلص الدراير وراح للفولدنج، في الوقت ده الدراير بقت فاضية فده راح يستخدمها، وبعد كده راح للفولدنج. طب لما اليوزر بي كان في الدراير، الواشنج ماشين كانت فاضية فسي راح استخدمها في الوقت ده. فلو جيت بصيت في الوقت اللي انا محتاجه كان الاول 6 ساعات، دلوقتي انا بقيت محتاج 3 ساعات ونص. ليه؟ لان التاسك اللي عايزة تتنفذ عندي عبارة عن 3 ستيب، اللي هي الواشنج ماشين والدراير والفولدنج. لما الاولاني كان مشغول هنا وبيعمل التاسك دي، فالباقيين كانوا قاعدين مستنيينه. اول ما خلصها واتنقل للتاسك التانية، ممكن اجيب حد تاني يستغل الحتة الاولانية دي او انفذ عنده الحتة الاولانية دي، مش لازم استنى الاولاني يخلص كل حاجة عشان ابتدي انفذ في انستراكشن تاني. دي فكرة البايب لايننج. هنا بيقول لك ان البايب لايننج ما بتساعدش اللاتنسي اوف سنجل اوف سنجل تاسك، بتساعد بس الثروبوت اوف انتاير ورك لود، كميه التاسكس اللي انت ممكن تنفذها في نفس الوقت بتتحسن، ان انا اقدر انفذ انستراكشنز كتير في وقت اقل. وده اللي احنا شفناه في المثال، انا عندي الاربعه يوزرز عايزين يغسلوا الهدوم بتاعتهم، بدل ما كان هياخدوا 6 ساعات، هم نفس الاربعه على نفس السيستم هياخدوا تقريبا النص، 3 ساعات ونص. فهو هنا بيحسن الثروبوت، انا اقدر انفذ قد ايه في خلال وقت قليل. فانا هنا على المثال بتاعي احنا في الاول كنا واخدين 6 ساعات لو انا هنفذهم سيكوينشال، لا، ال6 ساعات دول انا ممكن اخد 8 يوزر مش 4 بس، فانا كده حسنت الثروبوت بتاعي. بيقول لك ان البايب لاين، ودي هنتكلم عليها كمان شويه، بليميتد، يعني اللي بيتحكم فيه هو اقل ستيج في البايب لاين، هنتكلم عليها كمان شويه ونفهم الحته دي يعني ايه. تمام. الفكرة كلها ان هنا انا بعتمد ان انا عندي اكتر من تاسك شغالين مع بعض، بس كل واحد بيستخدم ريسورس مختلف عن التاني، كل واحد بيستخدم ريسورس مختلف عن التاني. هنا انا عندي كام ريسورسز؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. فبدأت اقسم التاسكس اللي عندي على حسب الريسورسز. لما دي كانت بتشتغل على الريسورس الاولاني كانوا الباقيين مستنيينها، اول ما سابته خدت واحده تانية تشتغل على الريسورس ده عشان ما اسيبش الريسورس فاضي. تمام. دي الفكره الاساسيه بتاعت البايب لاين. تعال نشوف الموضوع ايه علاقته بالكمبيوتر وبالانستراكشنز وبالحاجات اللي احنا قلناها. احنا في مره من المرات كنا بنتكلم على الانستراكشن، وقلت ان في بعض الاوبريشنز اللي بتتم عشان انفذ انستراكشن واحد في البروسيسور. لو حد فاكرها كويس او مش فاكرها، هما يعني تقريبا الموضوع بسيط جدا وقلناه اكتر من مرة على فترات مختلفة، ان انا محتاج اول حاجة اخزن البرنامج بتاعي في المين ميموري كاسمبلي، مظبوط. وعشان البروسيسور يجي ينفذ فمحتاج كل مرة يعمل فيتش للانستراكشن، يعني يجيب الانستراكشن من المين ميموري يحطه في الريجستر، تمام، وبعد كده يبدأ التنفيذ. فانا كده عشان انفذ الانستراكشن انا محتاج كام ستيج او كام ستيب؟ لغاية دلوقتي انا محتاج 2، محتاج اعمل فيتش واعمل اكسكيوت. فاكرين الفيتش دي كانت بتتعمل ازاي؟ ان البروسيسور بيروح يحط الادرس في الميموري، ادرس ريجستر، ويستنى الداتا اللي هتيجي في الميموري داتا ريجستر. هي دي عملية الفيتش واتكلمنا عليها كتير. هنا في الوقت ده البروسيسور بيفضل واقف فاضي لغاية ما الانستراكشن يجي، وبعد كده يدخل في مرحله الاكسكيوشن. يعني معنى كده ان اي انستراكشن عندي عشان اجي انفذه فانا محتاج تو ستيب، فيتش واكسكيوشن. تمام. طيب لو انا عندي 3 انستراكشن، فالانستراكشن الاولاني هعمل له فيتش الاول ثم اكسكيوت، الثاني هعمل له فيتش ثم اكسكيوت، الثالث هعمل له فيتش ثم اكسكيوت، وهفضل ماشي بنفس الشكل ده لغايه ما انفذ الانستراكشنز بتاعت البرنامج بتاعي. طب بما ان انا عندي هنا 2 ستيبس او 2 ستيبس، انا ممكن استغل فكره البايب لاين اللي انا قلتها في اللاوندري اكزامبل. ازاي؟ ان انا اجي في الانستراكشن الاولاني زي ما موجود في السلايد دي، اجي في الانستراكشن الاولاني هعمل له فيتش، جميل، واخزنه في بفر. البفر ده اللي هو الريجستر من الاخر، يعني هخزنه في بفر. وبعد كده
اول ما يتخزن في بفر البروسيسور هيبدا يعمل اكسكيوشن. في الاثناء اللي البروسيسور بيعمل اكسكيوشن انا ممكن اعمل فيتش الانستراكشن تاني، مش البروسيسور مشغول بس الميموري مش مشغوله، انا ممكن اروح اعمل فيتش والبروسيسور شغال. يبقى انا كده استغليت الاتنين مع بعض بارلل. هو دي فكره البايب لايننج باختصار شديد جدا في المثال ده. فهيروح هنا والبروسيسور بيعمل اكسكيوشن، هيروح يعمل فيتش للانستراكشن التاني ويحطه في بفر. عقبال ما يعمل فيتش هيكون البروسيسور خلص اكسكيوشن، هيلاقي الانستراكشن التاني على طول موجود فين؟ في البفر او في الريجستر، ياخده يعمل له اكسكيوشن. في الوقت برضو اللي هو بيعمل اكسكيوشن انا هعمل فيتش للانستراكشن رقم 3 وهروح اخزنه في البفر. عقبال ما البروسيسور يخلص الاكسكيوشن بتاعه هيلاقي البفر بقى فيه الانستراكشن اللي عليه الدور في التنفيذ، فهيروح ينفذ. هنا انا ما عطلتش البروسيسور وما خليتش البروسيسور واقف فاضي، وفي نفس الوقت استغليت ان انا عندي الانستراكشن بيتنفذ على تو ستيب، واحده ليها علاقه بالميموري واحده ليها علاقه بالبروسيسور، فنفذت الاثنين الى حد ما بارلل. فهنا بيقول لك لو كل انستراكشن او كل ستيب بتاخد 1 كلوك سايكل، لو كل انستراكشن بتاخد 1 كلوك سايكل، فلو انا كنت عايز انفذ الثلاثه انستراكشنز دول ورا بعض فهنا انا محتاج كلوك سايكل، هنا محتاج كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 كده 6، يبقى عشان انفذ الثلاثه دول محتاج 6 كلوك سايكل. لو انا نفذتهم بطريقه البايب لاين بص هحتاج كام كلوك سايكل؟ 4. فانا هنا خليت البرنامج بتاعي يتنفذ اسرع بفكره البايب لايننج. بس لما كنت بعمل فيتشنج هنا دي خدت كلوك سايكل واحد، في الكلوك سايكل رقم 2 انا عملت حاجتين مع بعض، خليت البروسيسور يشتغل وفي نفس الوقت رحت عملت فيتشنج من الميموري. في الكلوك سايكل رقم 3 انا عملت برضو حاجتين مع بعض، في الكلوك سايكل رقم 4 عملت حاجه واحده اللي هي نهايه الاكسكيوشن بتاعي. انا كده قللت الوقت ولا ما قللتوش؟ لا انا كده قللت الوقت، وقللت الوقت كتير جدا. تمام. طيب هنا بيتكلم بقى على فكرة البفر، ان البفر من الاخر كده هو عبارة عن ريجسترز اللي هو الاي ار ريجستر، لان انا بعمل فيتش الانستراكشن واتفقنا وعارفين ان احنا بنخزنه في الاي ار ريجستر. فبيقول لك ان انت لما بتيجي تعمل فيتش للانستراكشن بتخزنه في بفر، وبعد كده الاكسكيوشن يونت اللي هي الاي ال يو اللي موجوده جوه البروسيسور بتاخد الانستراكشن اللي عليه الدور في التنفيذ من البفر ده، فهو بيخزن بس البفر عشان يفضي الفيتش يونت عشان تقدر تجيب انستراكشن تاني. ده مثال اكبر شوية، وفي الحقيقة هو بيقول واحنا اتكلمنا في الحتة دي قبل كده ان الانستراكشن عشان اجي انفذ الانستراكشن انا مش محتاج بس تو ستيب، لا ده انا محتاج 4 لو انتوا فاكرينهم كويس. انا محتاج 4، انا محتاج اعمل فيتش للانستراكشن، وفاكرين الديكود قلتها في محاضرة من المحاضرات ان انا محتاج اعمل ديكودنج. ايه الديكودنج دي؟ الديكودنج دي ليها كذا حاجة. لو انا مثلا بعمل حاجة زي كده اد ار 3 كوما ار 4 هاش مثلا، انا اسف ممكن نخلي الهاش دي في الاول هنا 5 ونمسح دي. لو انا عندي انستراكشن بالشكل ده فالديكود دي كنت بعمل فيها حاجه، كنت بشيل كلمه اد واكتب مكانها الاوبريشن كود اللي هو الباينري اللي بيناظر كلمه اد، اتكلمنا فيها في محاضره من المحاضرات. مش بس كده، لا ده انا بشوف هل هنا في اي، بشوف هنا هل في اي اندايركت ادرس او بوينتر ومحتاج عمليه حسابيه، فبحسبها واحط الناتج بتاعه هنا. يعني لو فرضت مثلا ان انا بدل ار 4 دي كنت كاتب اكس ار 4، مش دي معناها اوفست اشوف ده جواه ادرس كام واعمل اوفست اكس من الادرس ده؟ طب ما دي عمليه حسابيه، فدي محتاجه تتحسب قبل ما انفذ قبل ما انفذ الانستراكشن بتاعي. هي دي كلها بتتم في الديكود. فاللي بيحصل ان انا محتاج اعمل فيتش للانستراكشن، اعمل ديكود ليه، بعد كده اعمل الاكسكيوشن، وبعد ما اخلص الاكسكيوشن اروح اكتب الريزلت، يا اما هكتبها في ريجستر يا اما هكتبها في الميموري على حسب الانستراكشن عايز يعمل ايه. ففي الحقيقه بيقول لك ان الانستراكشن لما بيجي يتنفذ هو عباره عن 4 ستيبس. فبيقول لك لما بتيجي تنفذهم ينفع تنفذهم بطريقه البايب لايننج، ان انت تعمل فيتش للانستراكشن الاولاني ثم ديكود ثم اكسكيوت ثم رايت. بس بعد ما عملت فيتش
للاولاني، وانت بتعمل ديكود انت ممكن تعمل فيتش للانستراكشن رقم 2 وتخزن الناتج بتاعه في بافر، وانت بتعمل اكسكيوت للانستراكشن رقم 1 تعمل ديكود للانستراكشن رقم 2 لان الاثنين دول ما لهمش علاقه ببعض، وانت بتعمل رايت في الميموري تقدر تعمل اكسكيوت، وانت بتعمل رايت هنا وهكذا بنفس الشكل لغايه ما يوصل للاخر. فقال لك ان ما بين كل ستيب وستيب من دول بيبقى فيه بفر من في الغالب ريجستر بيخزن بس الاوتبوت بتاع الستيب دي عنده لغايه ما البروسيسور يفضى او لغايه ما الستيب اللي وراها تبدا تتنفس فتشتغل على الداتا اللي موجوده في البفر ده. يعني انا بعمل فيتش الاول وبحط الانستراكشن بتاعي في ريجستر لغايه ما يبدا يتنفذ، وبعد كده الديكود تاخد الانستراكشن من الريجستر ده وتحط الناتج بتاعها برده في ريجستر تاني، ويفضل ماشي بنفس المنوال ده عشان يخزن الاوتبوت بتاع الستيب الاولانيه او اللي فاتت وكانبوت للستيب اللي جاي. هنا بنتكلم على الرول بتاعه الكاش ميموري. تقريبا احنا اتكلمنا على الكاش ميموري دي كتير ودايما بنتكلم عليها. هنا بيقول لك ان البايب لايننج الستيج بتاعت البايب لاين كل ستيج ده اسامبشن احنا عاملينه بياخد 1 كلوك سايكل، يعني كل ستيب بتاخد 1 كلوك سايكل. احنا اتفقنا ان انا الانستراكشن بتاعي عشان انفذه فمحتاج 4 عمليات او 4 ستيب، يبقى انا محتاج كام كلوك سايكل؟ 4. تمام. هنا بيقول لك ان اللي بيتحكم في البايب لايننج هي السلوست ستيج، هي اللي بتتحكم في السرعه بتاعتي او هي اللي بتتحكم في الكلوك بيريد، انا هاخد وقت قد ايه. تمام. يعني ممكن يبقى عندي مثلا الانستراكشن بتاعي انا قلت ان هو بيتنفذ على 4 مراحل، ممكن في مرحله واحده منهم ما تتنفذش في 1 كلوك سايكل، تاخد لها لوحدها 3، يبقى انا محتاج كام كلوك سايكل؟ بدل ما هكون محتاج 4 هكون محتاج 6، واحد هنا 2 والثلاثه، ادي كده كام؟ 5 و1 بقت 6. فهنا بيقول لك ان السلوست الستيج هي اللي بتاخد معظم الوقت. تمام. ولو في ستيج سريعه فهتضطر ان هي تستنى الستيج البطيئه، هنشوفها في مثال جاي قدام. بما ان الميموري المين ميموري ابطا في التعامل معاها مقارنه بالبروسيسور فيفضل ان احنا ننقل الحاجه للكاش، ودي تقريبا معلومه كلنا عارفينها، يعني اخلي البروسيسور دايما يتعامل مع الكاش ما يتعاملش مع المين ميموري، دي تقريبا احنا اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. المشكله كلها ان لو البروسيسور محتاج حاجه والحاجه دي ما كانتش موجوده في الكاش، دي بنسميها كاش مس، فهضطر البروسيسور هيضطر ان هو واقف مستني الداتا تجيله من المين ميموري، خلاص انت ما قدامكش حل تاني غير كده. هنا بيتكلم على البرفورمانس بتاع البايب لاين او البرفورمانس بتاع فكره البايب لاين، ان البايب لاين ان البرفورمانس بيزيد كل ما تزود الستيجز، كل ما زود الستيجز كل ما البرفورمانس بتاعي بيزيد. ليه؟ لما اجي انفذ الانستراكشن بتاعي على 4 ستيجز معنى كده ان انا هقدر انفذ 4 حاجات بارلل مع بعض، كل واحده طبعا بتستغل ريسورس مختلف. ولكن المشكله ان الاسامبشن اللي انا اتكلمت عليه او الاكزامبل اللي انا بتكلم عليه من بدايه المحاضره لغايه دلوقتي ان انا بقول ان كل ستيج بتاخد وقت محدد عشان تشتغل وتخلص الاكسكيوشن وادخل على الستيج اللي وراها، ما اتكلمتش خالص ان ممكن يحصل ايرور في حته معينه او ان يحصل ديلي في ستيج معينه. ايه اللي هيحصل؟ ما اتكلمتش في كده، انا قلت ان الانستراكشن محتاج اعمل له فيتش ديكود اكسكيوت رايت، بفترض ان دي بتتم في 1 كلوك سايكل 1 كلوك سايكل 1 كلوك سايكل 1 كلوك سايكل، بس مش وارد جدا وانا بعمل اكسكيوت تاخد مني وقت طويل جدا. لا. هنا مديك مثال على حاجه زي كده، وارد جدا ان انت بتنفذ الانستراكشن الاولاني تعمل فيتش وديكود واكسكيوت كل واحد يتنفذ في 1 كلوك سايكل فانت احتجت 4 كلوك سايكل عشان تخلصه، فدي ما فيهاش اي مشكله. وبما اننا بنتكلم على البايب لايننج فقلت ان انا بعمل ديكود
للاولاني انا هعمل فيتش، لان ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه، ده بيستغل الريسورس وده بيستغل الريسورس تاني، مفيش مشكله اعمل الاثنين بارلل. وانا بعمل اكسكيوت لده هروح اعمل لده ايه، ديكود. لغايه دلوقتي مفيش اي مشكله، بس وانا بعمل رايت لده رحت عملت اكسكيوت للانستراكشن رقم 2، وبالصدفه البحته ان انستراكشن رقم 2 ده كان محتاج يعمل بروسيسنج طويله شويه في الاي ال يو زي ديفايد مثلا، دي ده انستراكشن بياخد وقت، زي الكومباريزون ده انستراكشن بياخد وقت في الاكسكيوشن. فالانستراكشن ده اي نعم انا نفذته في نفس الوقت اللي انا كنت بعمل فيه رايت للانستراكشن الاولاني او لناتج الانستراكشن الاولاني مظبوط، بس الانستراكشن ده اخد مني عدد كلوك سايكل اكبر من اي انستراكشن تاني، وده وارد، ما مش كل الانستراكشنز اللي انت هتكتبها في البرنامج بتاعك بتعمل نفس الحاجه، في واحد بيعمل لود، في واحد بيعمل اديشن، واحد سبتراكشن، مالتيبليكيشن، ديفيجن، في حاجات مختلفه. وبعد كده في الاخر خالص هعمل الرايت. الفكره هنا او السؤال هنا مش في الانستراكشن ده، ولكن هو الانستراكشن ده هيعطل الانستراكشنز اللي جايه ازاي. بصوا في الانستراكشن رقم 3 رحت نفذت الانستراكشن رقم، لما عملت فيتش هنا ورحت عملت ديكود، هعمل فيتش تحت وحط الحاجه اللي انا هجيبها في البفر في النص اهو. وبعد كده لما ده كان بيعمل اكسكيوت ده كان بيعمل ديكود، الديكود بتاع ده خلاص خلص، هو مش محتاج وقت اكبر من 1 كلوك سايكل. الفكرة ان الانستراكشن رقم 3 اتعطل وما قدرش يدخل على الاكسكيوشن الا لما الانستراكشن رقم 2 يخلص الاكسكيوشن. ما احنا اتفقنا على كده ان ما ينفعش 2 يبقوا في نفس المرحلة وبيستخدموا البروسيسور في نفس الوقت، لان انا عندي سنجل بروسيسور وعندي كور واحدة بس، فانا اقدر انفذ سنجل انستراكشن ات تايم. فهيضطر ان انا عملت هنا فيتش وعملت ديكود وهحط الناتج بتاع الديكود في بفر وهفضل قاعد مستني الانستراكشن ده يخلص اكسكيوشن بتاعه، بعد كده هروح انفذ الانستراكشن ده لما ده كان بيعمل رايت. نفس الكلام هيتاثر بيه الانستراكشن اللي وراه اللي هو رقم 4، لما ده كان بيعمل فيتش التاني كان مستني، ده لما كان بيعمل ديكود ده عمل فيتش وحط الحاجه اللي هو جابها او الانستراكشن اللي هو جابه في البفر، ما قدرش يعمل ديكود لسبب صغير. عارفين ليه؟ لان الانستراكشن رقم 3 كان عامل ديكود وحط الناتج بتاعه في البفر ولسه البروسيسور ما استخدمش البفر، فده ما يقدرش يعمل ديكود ويعمل اوفر رايت على الانستراكشن رقم 3 ويضيعه، فهيفضل قاعد مستني البروسيسور لغايه ما يمسح الحاجه اللي موجوده في البفر بتاع الديكود ويشتغل عليها، وبعد كده هو اللي يعمل الديكود بتاعه بتاع الانستراكشن بتاعه، وبعد كده الاكسكيوت، وبعد كده الرايت. في نفس الوقت الانستراكشن رقم 5 ما قدرش يعمل فيتش هنا. ليه؟ لان البفر كان موجود فيه انستراكشن لسه ما تنفذ، فهيفضل قاعد وعامل ديلي للفيتش دي لغايه ما البفر بتاع الفيتشنج يتمسح والحاجه اللي فيه يعني البروسيسور يشتغل عليه. هي دي الفكره او ده اللي هو بيتكلم عليه في السلايد اللي فاتت، ان مش كل الانستراكشنز بتاخد نفس الوقت في التنفيذ، في بعض الستيجز او الستيب بتاخد وقت كبير جدا في بعض الانستراكشن، فبتعمل حاجه اسمها بابل. بابل اللي هي حته فاضيه كده في الـ في الـ في البايب لاين بتاعنا زي ما شفناها هنا. المثال اللي احنا اتكلمنا عليه في السلايد اللي فاتت لما البايب لاين يتعطل بيتقال عليه ان البايب لاين حصل له حاجه اسمها ستولد. ستولد يعني وقف ما كملش، في بابل كده حصلت في النص وقفت البايب لاين ان هو يمشي بشكل مظبوط. ففي عندك الكونديشن بقى او السبب اللي يخلي البايب لاين بيعمل او يحصل فيه زي ما حصل في السلايد اللي فات، الكونديشن ده بنقول عليه حاجه اسمها هازارد، تمام؟ ففي عندي ثلاث انواع من الهازارد ده اللي هو السبب اللي يوقف البايب لاين، يا اما داتا هازارد، يا اما انستراكشن هازارد، يا اما ستراكشرال هازارد. داتا هازارد ان الاوبرنس بتاعت الانستراكشن بتاعي كان في واحد فيهم مش فاضي او ما ينفعش، وهنتكلم عليها بالتفصيل ازاي بتتم دي او ايه اللي ممكن يحصل او ازاي يعني ايه اصلا داتا هازارد باكزامبل، ان الاوبراند نفسها
وانا بعمل الاكسكيوشن حصل حاجه فاضطر الاكسكيوشن يطول، لان الاوبرند اللي انا محتاج اشتغل عليه سواء السورس او الديستنيشن ما كانش افيلابل في الوقت ده، كان في حد تاني بيستخدمه او كان داخل في اوبريشن تانية وات ايفر. انستراكشن هازارد، في حاجه اخرت ان الانستراكشن يبقى متاح للبروسيسور عشان يشتغل عليه. اخر حاجه اسمها الاستراكشرال هازارد، وهنشوف مثال على كل واحده من دول. استراكشرال هازارد ده الحاله اللي يحصل فيها ان اتنين انستراكشن محتاجين يشتغلوا على نفس الريسورس في نفس الوقت. لو انتوا فاكرين كويس البايب لاين، قلت ان انا بقدر انفذ لو انا عندي اربعه ستيب ده اللي الانستراكشن بيمر بيهم، كل واحده منهم بتروح تتنفذ على ريسورس مختلف، واحده بتجيب حاجه من الميموري، واحده بتجيب حاجه بتحط حاجه في الريجستر، واحده بتعمل ديكود وبتخزن في الريجستر، واحده بتعمل اكسكيوشن بتستخدم الاي ال يو، الاخيره بتروح تستخدم الميموري عشان تكتب، فكل واحده بتستخدم ريسورس مختلف. لو في اتنين انستراكشن في حته واحده محتاجين يستخدموا نفس الريسورس، دي اسمها ستراكشرال هازارد. انا هنا كده محتاج اوقف واحد من الاتنين لغايه ما واحد يخلص الريسورس ده، وبعد كده هنا مديك مثال على الانستراكشن هازارد. انستراكشن هازارد، احنا المثال اللي احنا اخدناه في السلايد اللي قبل اللي فاتت ده كان مثال على الداتا هازارد. داتا هازارد ان انا الداتا وانا بنفذها في البروسيسور الاكسكيوشن طول شويه لان الاوبراند نفسها ما كانتش متاحه، يعني هنشوف مثال على الحته دي كمان شويه بمثال تفصيلي بيوضح الانستراكشنز كانت عامله ازاي والشكل بتاع الكلوك سايكل اللي احنا بنرسمها هنا عامله ازاي. تمام، هنا بيتكلم على الانستراكشن هازارد. انستراكشن هازارد انا قلت ان هي عباره عن ايه، ان الانستراكشن اللي انا هنفذه ما كانش متاح للبروسيسور، فاللي بيحصل وده حاجه اتفقنا عليها ان انا لما باجي انفذ الانستراكشن بتاعي محتاج اعمل له فيتش، وقلنا ان انا عشان اسرع الاكسكيوشن بتاع البروسيسور فبحط الكاش في نفس التشيب بتاعت مين البروسيسور، وبحط عليها جزء من الحاجه اللي موجوده في المين ميموري اللي البروسيسور هيشتغل عليها. اللي بيحصل ان في بعض الاوقات وانت بتعمل فيتش للانستراكشن من هنا ما بتلاقيش الانستراكشن موجود في الكاش، دي اسمها الكاش ميس، انا الانستراكشن مش موجود، فهضطر ان انا اروح اجيب الانستراكشن منين، هروح اجيبه من المين ميموري، فهضطر ان انا اخد وقت اطول عشان الانستراكشن يبقى متاح للبروسيسور ويشتغل، وده اللي حصل هنا بالظبط. ان لما جينا ننفذ الانستراكشن الاولاني كان موجود في الكاش فاخدت 1 كلوك سايكل، وبعد كده ديكود وبعد كده اكسكيوت ورايت، كل واحده منهم خدت 1 كلوك سايكل. لما جيت انفذ الانستراكشن الثاني بعد ما ده عمل فيتش، رحت اعمل له فيتش في الكاش فما لقيتهوش موجود في الكاش، فاضطريت ان انا استنى مده طويله، بص استنى حوالي 5 كلوك سايكل عشان يعمل فيتشنج للانستراكشن. وصلت الفكره؟ هي دي فكره الانستراكشن هازارد. فبيقول لك لو انا جيت مثلت الرسمه اللي فوق دي بشكل تاني هلاقي ان لو دي الستيجز اللي اي انستراكشن بيمر بيها. تمام، ففي السايكل الاول فكل انستراكشن بيمر بالاربعه ستيجز دول، فعند الكلوك سايكل رقم واحد الانستراكشن الاولاني اتعمل له فيتش. تمام، عند الكلوك سايكل رقم اتنين انا عملت ديكود للانستراكشن الاولاني وعملت فيتش للانستراكشن رقم اتنين اللي هو في الرسمه اللي فوق. جيت عند الكلوك سايكل رقم تلاته انا لسه بعمل فيتش ومنتظر الفيتش بتاع الانستراكشن رقم اتنين يخلص، فاصبح الديكود هنا في الحاله دي بقى ايديال فاضي، البايب لاين الحته الستيج دي فاضي ما بتعملش اي حاجه، وهنا بعمل اكسكيوت للانستراكشن الاولاني. جيت عند الكلوك سايكل رقم اربعة لقيت ان الفيتش برضو لسه ستيل واقف مستني الانستراكشن يجي، والديكود بقى فاضي والاكسكيوت بقى فاضي، الستيجز دي فاضيه ما بعملش فيها اي حاجه، وعملت اكسكيوت للانستراكشن رقم رايت للانستراكشن رقم واحد، يعني خلصت الانستراكشن رقم واحد. لو جينا بصينا هتلاقي ان في جزء كده هنا في النص في الرسمه بتاعتي ايدل، هو ده اللي بسميه البابل. انا مجرد ما ده حصل فيه ديلي في جزء تحت كده بقى فاضي. الاستراكشرال هازارد انا قلت ان انا عندي اكتر من انستراكشن محتاج يشتغل على نفس الريسورس. تمام، ده الاستراكشرال هازارد. بيقول لك لو انا عندي انستراكشن زي اللي موجود، الانستراكشن ده كل اللي هو بيعمله ان هو محتاج يعمل لود للفاليو اللي موجوده هنا يحطها في ار 2 زي ما احنا عارفين. تمام، طيب الادرس اللي هنا ده اصلا مش ده عبارة عن اوفست واخدناه قبل كده، يعني معنى كده ان ار واحد دي جواها ادرس،
انا عايز اجيب الادرس ده واعد من بعديه اكس بوزيشنز واجيب الفاليو احطها جوه R2. فكان في انستراكشن رقم واحد شغال، الانستراكشن الاولاني هو تنفذ الانستراكشن رقم. نفذنا فيه الفيتش الانستراكشن رقم واحد، بعد كده عملت له ديكود اكسكيوت رايت، ده ما فيهوش اي مشكله. الانستراكشن رقم اتنين هو ده الانستراكشن اللي فوق اللي احنا بنتكلم عليه، تمام؟ فلما ده عمل له فيتش وجاي اتعمل له ديكود، ده راح عمل فيتش، جميل. بعد كده عمل ديكود، لما جاي يعمل ديكود لان يعني خلصنا الديكود، جاي يعمل اكسكيوت، لما جاي يعمل اكسكيوت لقى ان في عمليه حسابيه المفروض ان هي تتعمل الاول وبعد كده هيروح ياكسس الميموري. ركزوا في الحته دي، في عمليه حسابيه المفروض تتعمل وبعد كده هياكسس الميموري. طيب لما ده اتعمل له ديكود، ده اتعمل له فيتش، ما ده البايب لاين بيقول كده، وده اتعمل له ديكود، بقى اصبح ان اللي تحت ده جاهز ان هو يتعمل له اكسكيوت. بس هنا مرحله الاكسكيوت بتاعت رقم 2 طولت. ليه؟ لان انا محتاج اجيب الاول الاكس دي بتكون فاليو، ومحتاج اجيب الار واحد جواها كام، واجمع الاتنين دول واروح على الميموري مره كمان عشان اجيب الفاليو اللي موجوده في المكان ده. فالاكسكيوت هنا اخد وقت طويل. طيب انا لما رحت اكسس الميموري، لما رحت اكسس الميموري كان ده بيشتغل وعمل اكسكيوت، لما جيت اكتب انا في الميموري كان الانستراكشن رقم 3 عليه الدور ان هو يكتب في الميموري، فاحنا الاثنين هنأكسس نفس الريسورس. يعني التأخير اللي حصل في الانستراكشن رقم 2 خلى الانستراكشن رقم 2 و3 هيكتبوا في الميموري الريزلت في نفس الوقت. مش شرط بقى يكتبوا في الميموري، ممكن يكونوا هيكتبوا في ريجستر، فالريجستر فايل برضو ما ينفعش اكتب جواه في اكتر من ريجستر في نفس الوقت. انا بكتب في ريجستر واحد او ببعت له ادرس بتاع ريجستر انا عايز اكتب فيه فاليو، فما ينفعش ابعت له اكتر من فاليو تتكتب في اكتر من ريجستر في نفس الوقت. المهم هيعملوا نفس الحاجه في نفس الوقت، فاضطريت ان انا اعمل ايه، ااجل الانستراكشن رقم 3 شويه. هي دي الهازارد ظهرت عندي هنا، البابل ظهرت هنا وهتظهر بعد كده في كل الانستراكشنز اللي جايه. فالمثال ده بيوضح ان الاثنين نتيجه التاخير اللي حصل في الانستراكشن، نتيجه التاخير اللي حصل في الانستراكشن رقم 2 ان انا احتجت في الاكسكيوشن بتاعه اخد تايم زياده لان احتجت. هنا بيحاول يفكرك تاني البايب لاين او البرفورمانس بتاع البايب لاين، احنا ما بنسرعش التايم اللي الانستراكشن محتاجه عشان يتنفذ، فما بيخليش الانستراكشن تتنفذ بشكل اسرع، ولكن هو بيحسن حاجه اسمها الثروبوت، كميه الانستراكشنز اللي انا اقدر انفذها مع بعض في التايم ده اكتر، فتحس ان البرنامج سريع. انما الانستراكشن نفسه احنا قلنا ان كل ستيج فيه بتاخد 1 كلوك سايكل، انا مش هخليها تاخد نص كلوك سايكل، مش هقدر اعمل دي الا لو انا عدلت الهاردوير، تمام. البايب لاين بيقل او البايب لاين ستول بتقلل البرفورمانس بتاع البايب لاين، مظبوط. كل ما يبقى في عندي بابلز، كل ما يبقى في عندي ستيجز البايب لاين بتاعي فيها فاضي ايديال ما بيعملش اي حاجه، هيقلل البرفورمانس بتاع البايب لاين. يعني ايه هيقلله؟ يعني هيقلل الثروبوت، يعني مش هيخليني انفذ نفس عدد الاوبريشن او التاسكس اللي انا المفروض اعملها او اللي متوقع ان انا اعملها في وقت محدد. فاللي بيحصل ان هو بيقول لك ان انت محتاج في البدايه خالص ان انت تعمل ايدنتيفاي لكل الهازارد اللي ممكن تحصل وتحاول تهلها تحلها بطريقه بحيث ان ما يبقاش فيه اي هازارد ممكن تحصل بعد كده. ازاي بيتم الحته دي؟ هنتكلم عليها باختصار كده في 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 سلايد جايه. هنتكلم بشكل مفصل شويه عن الداتا هازارد كاكزامبل على الهازاردز اللي ممكن تحصل. ده مثال بيوضح الداتا هازارد. انا قلت الداتا هازارد ان ممكن يبقى فيه تاخير في الاكسكيوشن بتاع انستراكشن نتيجه ان الاوبرند نفسها بتاعه الانستراكشن في واحد فيهم يا اما السورس يا الديستنيشن مش افيلبل، مش موجود، في حد تاني بيستخدمه. فهنا مديك مثالين بيوضحوا الفكره دي. لو انا عندي تو انستراكشنز والاثنين مكتوبين ورا بعض،
اتنين انستراكشن والاتنين مكتوبين ورا بعض. فدي المثال ده اهو، والمثال اللي تحت الاولاني بيقول لك ان في هازارد، التاني لا. لو فرضنا ان الاي بخمسة، عشان احسب البي انا لازم الانستراكشن الاولاني كله يخلص ويكتب لي في الاي 8 عشان ياخد الفاليو بتاعت الاي اعوض عليها تحت. فقال لك دي اسمها داتا هازارد، انا مش هقدر اعمل اكسكيوت للانستراكشن ده الا لما الانستراكشن ده يخلص كاملا. يعني ايه كاملا؟ يعني يتكتب الفاليو بتاعت الاي في الميموري او في الريجستر اللي اوصل لاخر الانستراكشن، عشان لما اجي اقرا الفاليو بتاعت الاي اجيب الفاليو الجديده اللي اتعمل لها ابديت. هي دي اسمها الداتا هازارد. فانا عطلت الانستراكشن التاني لانه معتمد على فاليو هتتحسب من الانستراكشن اللي قبليه. انما الشكل ده مفيش اي هازارد فيه خالص. انا عندي السي فيها فاليو، والانستراكشن الاولاني والتاني مفيش اي ديبندنسي ما بينهم وما بين بعض. يعني البي ده مش محتاج الاي في اي حاجه، ولا الاي محتاج البي في اي حاجه، فانا ممكن انفذهم باي طريقه انا عايزها. مثال على الموضوع ده بالاسمبلي هو الجزء اللي تحت. لو انت بتعمل مالتيبليكيشن فبضرب الار 2 في الار 3 واحط الناتج فين؟ في الار 4. بس وانا بعمل الانستراكشن اللي تحتيه لقيت ان انا محتاج الار 4 برضو كاحد الاوبراند اللي موجوده في الاوبريشن اللي انا هعملها اللي هي الاديشن. معنى كده ان انا لازم استنى ده يخلص للاخر ويتعمل له رايت وبعد كده اروح اعمل اللي تحت. هنا ده مثال بيوضح الاكزامبل اللي احنا كنا بنتكلم عليه في السلايد اللي فات اللي هو المالتيبليكيشن والاديشن. ما اعتقدش ان في اي حاجه خالص غير بس ان انا لو عندي، يعني هو عاملها في شكل فيجر بس عشان يوضح الفكره. انا عندي هنا المالتيبلاي والاديشن، تمام؟ فالانستراكشن الاولاني اللي هو المالتيبليكيشن فهعمل له فيتش وديكود واكسكيوت ورايت. بص الانستراكشن الثاني اضطر ان هو يتعطل فين؟ عملت فيتش وده بيعمل ديكود مفيش مشكله، وبعد كده عملت ديكود. قبل ما اعمل اكسكيوت كنت لازم استنى الار 4 تكتب الريزلت عشان انا لما اقرا الفاليو الجديده اللي اتكتبت او اللي اتحسبت. فعشان كده حصل البابل بتاعي هنا او الستول هنا او الستول هنا فعلا. وبعد كده هبتدي اعمل ديكود تاني. هي مش ديكود تاني، ولكن اللي حصل ان هو لما عمل ديكود هو راح جاب الفاليو بتاعت الار 5 وجاب الار 5 بس وسكت. هو الار 6 ده هيحط فيه الريزلت، جاب الفاليو بتاعت الار 5 وحول الاد دي للاوبريشن كود وجا عند الار 4 ما عملش حاجه. فهنا بيقول لك ان هو كمل بقيه الديكودنج، يعني هو وقف شويه وكمل بقيه الديكودنج، لان في بقيه الديكودنج ان انا محتاج اجيب الفاليو اللي جوه الار 4. وبعد كده عمل الاكسكيوت وبعد كده عمل الرايت. هتلاقي ان البابل اللي حصلت هنا دي اثرت بعد كده في الانستراكشن اللي وراه. ليه؟ لان الانستراكشن اللي وراه ما يقدرش يكتب حاجه، او الديكود ما تقدرش تشتغل الا لما الديكود اللي فوق دي تكون خلصت عشان يبدا يشتغل على البفر. هو ده مثال مشهور جدا للداتا هازارد. في بعد كده حاجة اسمها الاوبراند فورورد. ان انت تعمل فورورد للاوبراند عشان يوفر بس فكرة الداتا هازارد دي باختصار شديد جدا. بيقول لك هي الداتا هازارد بتعمل ايه؟ ان انت بتفضل قاعد متعطل لغاية ما الريزلت. احنا طبعا اتفقنا ان لو انتوا فاكرين الرسمة بتاعت البروسيسور الاي ال يو والكنترول يونت والريجستر والباس والحاجات دي، كان في عندي حاجة اسمها ريجستر فايل. ريجستر فايل ده انا كنت بكتب فيه بقول له ان انا عايز اكتب الفاليو دي في الريجستر رقم كذا. فهنا بيقول لك ان انت بدل ما تعمل، او الداتا هازارد بيأثر على فكره ان انا بفضل قاعد مستني الداتا هي موجوده في الاي ال يو دلوقتي اللي انا هشتغل عليه، بعد ما حسبتها هروح اخزنها في الريجستر ويجي الانستراكشن اللي ورايا يقراها تاني من الريجستر. طب هو انا ليه اروح اخزنها في الريجستر؟ طب ما انا اروح ابعتها للاي ال يو مره كمان كاوبرند للانستراكشن اللي جاي، وانا كده ابقى وفرت الوقت اللي ممكن يضيع في الكتابه والقرايه. هي دي اسمها الاوبرند فورواردنج. فهو بيعمل فورورد للاوتبوت بتاع الاي ال يو بما انه هيشتغل تاني في الانستراكشن اللي جاي، بيدخله كانبوت للاي ال يو تاني. دي الرسمة اللي بتوضح الموضوع ده احنا اخدناها قبل كده، الرسمة دي مش جديدة.
تمام. الفكره ان انا عندي ريجستر فايل، والاي ال يو لما بيجي يدخل لها بيدخل لها اتنين اوبرند، تمام. فدخلت الاتنين اوبرند بتوع الانستراكشن الاولاني، طلع الاوتبوت بتاعهم، لقيت ان الاوتبوت ده انا هستخدمه كانبوت في الاوبريشن التاني. فبدل ما اروح ابعته للريجستر فايل، انا ممكن اخده تاني، يعني بعد ما جالي الريزلت من هنا اخده تاني كانبوت للاي ال يو. هي دي اسمها الاوبرند فورورد، انا عملت له فورورد للاي ال يو تاني كانبوت، واخد الفاليو اللي انا عايز ادخلها الجديده من الانستراكشن رقم 2. يبقى انا كده وفرت وقت كتابه وقرايه. دي الطريقه اللي بيستخدموها عشان يتغلبوا على فكره الداتا هازارد اللي ممكن تحصل. هنا بيقول لك لو حصل ان في داتا هازارد موجوده عندك، او انت تقدر تديتكت الداتا هازارد بطريقتين. جميل. الطريقه الاولانيه ان انا اسيب الهاردوير هو اللي ديتكت الداتا هازارد، يعني اسيب البروسيسور والريجسترز والحاجات اللي جوه هو اللي ديتكت هل في داتا هازارد ولا لا، يعني هل في تاخير في البايب لاين ولا لا. الطريقه الثانيه ان انت تخلي الكومبايلر هو اللي يعمل الحته دي، ودي الحته المهمه جدا اللي بتفرق من كومبايلر للغه برمجه عن كومبايلر للغه برمجه ثانيه. بتحس ان الاكسكيوشن بتاع البرنامج ده سريع عنده ليه؟ بسبب الكومبايلر. فهنا بيقول لك ان انت ممكن تخلي الكومبايلر هو اللي ديتكت الداتا هازارد دي اثناء كتابتك للبرنامج. يعني لو لقى ان في اتنين اوبريشن ورا بعض، او اتنين انستراكشن ورا بعض، الاتنين معتمدين على بعض، او التاني معتمد على حاجة في الاولاني زي كده بالظبط، فالكومبايلر بيروح يحط اتنين انستراكشن او تلاتة على حسب بقى هو هيعملها ازاي فاضيين، اللي هي نو اوبريشن. يعني كده من وجهة نظر البروسيسور انا عندي كام انستراكشن في البرنامج؟ 4. فهيروح ينفذ ده، وهو بيعمل البايب لاين هياخد ده كمان معاه، وهو بيعمل هياخد ده كمان معاه، وهو عقبال ما يوصل لده يكون الاولاني خلص. فانا كده ما عملتش بابل، ما خليتش في واحد واقف فاضي. انا زودت عدد الانستراكشنز اللي طلعت، يعني لو الكود بتاعي مثلا كان فيه في الهاي ليفل لانجوج 5 انستراكشن، بدل ما يطلعوا 5 اسمبلي لا طلعوا مثلا 7 او طلعوا 8. انا زودتها، بس وفرت ان انا ما عملتش بابل في الكود في البروسيسور، فالبروسيسور بقى بيشغل بشكل اسرع. هنا عايزين نتكلم على حاجه صغيره وهي تاثير الادريسنج مود على البايب لايننج. يعني انا كل اللي انا بتكلم عليه ان البايب لايننج مهم وان بيسرع البرنامج بتاعي وكل حاجه كويسه مفيش اي مشكله، بس ما اتكلمتش على الانستراكشن نفسه لما يجي يتكتب استخدم انه ادريسنج مود عشان اسرع الاكسكيوشن. اي واحد بيشتغل عادي ولا في حاجات معينه بتعمل مشاكل؟ ده اللي بيتكلم عليه هنا. قالك ان في بعض السايد افكت لبعض الادريسنج مود بتضطر ان هي تاخد اكسكيوشن تايم اطول، فبتعمل بابل في البايب لاين، فبتخلي البايب لاين يقف. هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. اشهر مثال على الحته دي واحنا اخدناه من شويه هو الفكره بتاعت الاندايركت ادريسنج مود. بيقول لك يفضل ان انت عشان تتجنب البابلز ان انت تتجنب اصلا وانت بتحول الكود بتاعك لاسمبلي ان انت تستخدم الاندايركت مود. دايما استخدم الدايركت مود لان دي بتوفر في الاكسكيوشن بتاع البرنامج بتاعي وما بتعمليش بابلز. يعني على المثال اللي موجود قدامي ده، وده احنا قلناه في سلايد قبل كده، ان انا هنا الار دي جواها ريفرنس، عايز اجمع على الريفرنس ده او اعد من بعديه اكس بوزيشن عشان اوصل لمكان في الميموري اجيب منه الفاليو. شفت القصه اللي انا حكيتها دي؟ ده الانستراكشن رقم 2، فعملت فيتش وديكود وانا بعمل اكسكيوت، فالاكسكيوت عشان اعمله انا محتاج احسب اصلا الفاليو دي هتبقى كام، فمحتاج اعمل عمليه حسابيه اللي هي جمع، والعمليه الحسابيه بتتعمل في الاي ال يو زي ما احنا عارفين. يعني محتاج اجمع الاكس اللي هي ليها فاليو زائد الفاليو اللي موجوده جوه ار واحد، دي الاوبريشن اللي انا محتاج اعملها. بعد ما خلصتها محتاج اروح للميموري اشوف الادرس ده بيشاور على المكان رقم كام واجيب من جواه فاليو. فاضطريت ان انا انفذ الحته دي، او اخدت مني الاندايركت مود بس كده، خدت مني 2 كلوك سايكل عشان تتنفذ.
فهي دي اللي عملت لي البابل بعد كده تحت. كنا واخدين نفس المثال ده وقلنا ان البابل ده اتعمل ليه؟ لان ده لما جاي يكتب ده مش هينفع يكتب في نفس الوقت، مش هينفع يستخدم نفس الداتا نفس الريسورس، فاضطر ان الانستراكشن رقم 3 يعمل ديلي شوية، فهنا حصل الهازارد. ده اشهر مثال بيوضح ان وانت بتشتغل على الادرسنج مود يفضل ما تستخدمش الاندايركت. هو انا اللي هعملها ولا الكومبايلر؟ الكومبايلر. فده بقى اللي بيفرق الكومبايلر بتاع اللغة دي عن الكومبايلر بتاع اللغة دي. كل لغة برمجة ليها الكومبايلر بتاعها، وده تقريبا اول حاجة انا قلتها في اول محاضرة، ليها الكومبايلر بتاعها اللي بيحولها من هاي ليفل للو ليفل. كل ما كان الكومبايلر ده البرفورمانس بتاعه عالي، كل ما هتحس ان الافشنسي او البروسيسنج تايم بتاع البرنامج بتاعك سريع او قليل. فهتيجي تقول ايه ده الجافا اسرع، ده البايثون احلى من كذا. هي احلى في ايه؟ في الكومبايلر. الفكرة كلها في الكومبايلر. فهنا بيقول لك ان انت تستخدم كومبلكس ادريسنج مود، ده مش معناه ان انت هتوصل لفاستر اكسكيوشن، ده مش معناه ان انت هتوصل لفاستر اكسكيوشن، ولكن مستو في حاجه واحده للامانه برضو، ان لما باجي استخدم كومبلكس انستراكشن زي الاندايركت ادريسنج مود، مستو في حاجه ان انا وانا بكتب الانستراكشن مش محتاج اكتبه على 3 او 4 انستراكشن، لا انا بكتبه في سطر واحد. يعني ممكن اعمل مثلا الامر ده، اقول لود اكس ار 3 كوما ار 7 مثلا. ده لو انا حبيت احوله من شكل اندايركت لشكل عادي، فهضطر ان انا اعمل ايه؟ اعمل اديشن الاول للاكس كوما ار 3 وحط لي الناتج في الار 3، وبعد كده هقول له اعمل لي لود للفاليو بتاعت الار 3 والار 7. لا ده بالعكس، ده هنا هيبقى في قبل السطر ده سطر كمان. ليه؟ لان ار 3 دلوقتي بقى فيها ادرس، انا محتاج اجيب الفاليو اللي جواها. يعني المفروض ان هنا هيبقى في سطر بالشكل ده، ان انا هقول له لود ار 3 ما بين قوسين كوما ار 3، هات لي الفاليو اللي مو او ار 4، هات لي الفاليو اللي الادرس اللي جوه ار 3 بيشاور عليه حطها لي في ار 4، وبعد كده هنقلها من ار 4 لار 7. يعني السطر اللي فوق ده انا حولته لكام انستراكشن؟ لثلاثه، عشان بس اتجنب الادرسنج مود الصعب ده. فقال لك ميزته ان هو بيقلل لي عدد الانستراكشن اللي الاسمبلي لانجوج او اللي بتبقى موجوده في الاسمبلي لانجوج اللي الكومبايلر بيطلعها لي، ولكن مشكلته ان هو بيعمل ستول او بابلز كتير جدا جوه البايب لاين بتاعي، فبيساوي يخلي الاكسكيوشن بياخد وقت اطول. فهو ليه ميزه وعيب بصراحه. يعني هتلاقي الانستراكشن بتاع الهاي ليفل لانجوج لما اتحولت لاسمبلي لانجوج قليله، غير لما ما استخدمهوش والاقي الانستراكشن طلعت كتير جدا. بس مشكلته في البايب لاين. فهنا بيقول لك بقى الجود ادريسنج مود، يعني افضل ادريسنج مود تستخدمه ان انت تستخدم الاوبرند مباشره، وما تحتاجش تروح للميموري اكتر من مره، وتعمل دايما لود وستور للانستراكشن من الميموري. يعني من الاخر اللي هي الريسك، لو انتوا فاكرين كويس الريسك كانت بتعمل الحته دي، الريسك كان بينقل كل حاجه من الميموري الاول يحطها في ريجستر، وبعد كده يعمل الاوبريشن بتاعته اللي هو عايزها على الريجسترز على طول، ما يشتغلش تاني على الميموري ولا يستخدم اندايركت ادريسنج مود ولا اي حاجه. في حاجه اسمها السوبر سكيلر اوبريشن، ودي اخر جزئيه في الشابتر ده. الفكره بتاعتها سهله جدا وبسيطه. كل اللي احنا بنتكلم عليه قبل كده، وده اللي انا قلته في اول المحاضره، ان انا بيكون عندي سنجل بروسيسور وبيكون عندي جواه سنجل بروسيسنج يونت. يعني ايه ال يو؟ واحده فقط. طب لو البروسيسور بتاعي كان فيه اكتر من يونت بتقدر تحسب؟ قال لك بس هنا بقى اقدر انفذ بعض الاوبريشنز بارلل، مش محتاج ان انا انفذها سيكوينشال زي ما انا بعمل. كل مرة أنا كنت ببعت حاجة للـ ALU واحدة بس تتنفذ، تخرج أبعت حاجة تانية. بس الفكرة كلها إن أنا بحاول أجهز الحاجة التانية بسرعة عشان تدخل للـ ALU، ما أقعدش أعمل لها فيتش وديكود وأخلي الـ ALU واقف فترة طويلة. دي كانت القصة كلها بتاعت البايب لايننج. هنا قال لك لا، أنا هستخدم جوه البروسيسور بتاعي أكتر من يونت، كل يونت بتعمل فانكشن معينة، فممكن أنفذ أكتر من انستراكشن لو الاتنين كل واحد هيشتغل على يونتس مختلفة.
اللي هي نفس فكرة المالتي كور، ان انا اعمل تشيب واحدة واحط اكتر من كور للبروسيسور، كل واحدة منهم ممكن تنفذ لي انستراكشن، كده انا قدرت انفذ البرنامج بتاعي بارلل. لا ده بالعكس، ده كل واحدة منهم بتستخدم البايب لايننج كمان. تخيل بقى السرعة اللي احنا وصلناها لغاية دلوقتي عاملة ازاي. فهنا السوبر سكيلر بيقول لك ان بيبقى عندك مالتيبل بروسيسنج يونت، فتقدر تنفذ اكتر من انستراكشن مع بعض في وان كلوك سايكل، لان انا عندي اكتر من يونت تقدر تنفذ لي الانستراكشنز دي بارل. دي اسمها السوبر سكيلر بروسيسور. يا اما البروسيسور يكون فيه اكتر من يونت، يا اما يكون مالتي كور، يا اما يكون عندي في الجهاز اصلا مالتي بروسيسور، يعني ما عنديش بروسيسور واحد، انا عندي اكتر من تشيب بروسيسور موجودة جوه الجهاز بتاعي. دي اسمها المالتي بروسيسنج، غير المالتي كور. المالتي كور ده بروسيسور جوه اكتر من كورز، بروسيسورز صغيرة تقدر تقول عليها كده، الامكانيات بتاعتها قليلة شوية وبتشتغل مع بعض. انما ممكن يبقى عندي مالتي بروسيسور، اكتر من بروسيسور جوه الجهاز، كل واحد فيهم مالتي كور كمان. تخيل بقى انت ممكن تنفذ كام اكسكيو، كام انستراكشن بارلل. مديك مثال على الموضوع ده، قال لك ان ممكن يبقى عندي مثلا جوه الشيب بتاعت البروسيسور 2 يونت، واحده 2 اي ال يو، يعني واحده بتشتغل على الفلوتنج بوينت نمبر، واحده بتشتغل على الانتجر نمبر. لو في ارثماتيك اوبريشن هتشتغل على الفلوتنج بوينت، هتتبعت لليونت دي، ولو في ارثماتيك اوبريشن هتشتغل على الانتجر نمبر، هتتبعت لليونت دي. فاللي بيحصل ان بيجي الانستراكشن بيتعمل له فيتش، بيتحط في كيو. هنا انا هضطر ان انا احط في كيو ليه؟ لان انا هعمل فيتش لحاجات كتير، لان انا بنفذ الانستراكشنز بارلل. وكل مره بيكون عندي حاجه اسمها ديسباتش يونت، تاخد اتنين انستراكشن، تبعت واحد للفلوتنج بوينت يونت وواحد للانتجر يونت، والاتنين بيروحوا يكتبوا الريزلت مع بعض. ده يروح يكتب الريزلت بتاعته في المكان اللي هو عايزه، وده نفس الكلام. فانا بقدر انفذ اتنين انستراكشن في نفس الوقت، في نفس الوقت. هنا مديك مثال على الموضوع ده بالفيجر اللي احنا دايما او بالدياجرام اللي احنا دايما بنرسمه، بيبين لك التايمنج. احنا اتفقنا دايما ان كل ستيج او ستيب بتاخد 1 كلوك سايكل. فانا محتاج اعمل في البدايه خالص ايه؟ ده الانستراكشن الاولاني، محتاج اعمل له فيتش. جميل. ودي كود. بما ان عندي يونت تانية، انا مش محتاج اخلي الفيتش دي ينزل بعد الديكود، لان انا عندي تشيب تانية، عندي بروسيسور تاني او عندي كور تاني، فالاتنين ممكن يشتغلوا مع بعض. فهنا عندي اف واحد واف اتنين، الاتنين بيتعمل لهم فيتش في نفس الوقت، ما انا عندي حاجتين تمام، والاتنين بيتعمل لهم ديكود في نفس الوقت. ده الاكسكيوت، الاكسكيوشن بتاعه بياخد وقت طويل شويه، ده الاكسكيوشن تايم بتاعه بياخد وقت اقل، وبعد كده ده بيعمل رايت، وبعد كده ده بيعمل رايت. الاثنين بص شغالين بارلل في نفس الكلوك سايكل، في نفس الكلوك تايم. مش بس انا ممكن انفذ الاثنين دول بارلل، لا ده انا ممكن انفذ البايب لايننج كمان معاهم. ان لما عملت فيتش للانستراكشن الاولاني هنا، رحت عملت فيتش للانستراكشن ده، مش انا هنا عندي 2 يونت او 2 بروسيسور، او تقدر تقول 2 كور جوه البروسيسور، ففي كور شغاله هنا وفي كور شغاله هنا. الكور الاولانيه لما عملت فيتش وجت تعمل ديكود، مش عايزه تقف فاضيه، فروحت عملت فيتش، ولما جت تعمل اكسكيوت رحت عملت ديكود. وهنا بس ده استنى شويه، لان هنا الاكسكيوشن بتاعي كان بيتم على 3 مراحل. فهنا ده عمل اكسكيوت الاولاني على المرحله الاولانيه، فدخل ده ونفذه على المرحله الاولانيه. ده هنا عمل اكسكيوشن على المرحله الثانيه، هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام لغايه ما وصلنا للاخر. وجينا في الكور الثانيه عملت نفس الموضوع، لما هي عملت فيتش وجت بتعمل الديكود، انا رحت عملت هنا ايه؟ فيتش. لما عملت اكسكيوت انا عملت ديكود، عمل رايت انا رحت عملت اكسكيوت، بعد كده عملت رايت. فهو كده طبق حاجتين مع بعض، هو قدر يشتغل بارلل، ينفذ اكتر من انستراكشن بارل، وفي نفس الوقت بيستخدم البايب لايننج اللي احنا بنتكلم عليها. فكده الاكسكيوشن بتاعك تحس ان هو اسرع شويه عن السنجل يونت سي بي يو. كده احنا وصلنا لنهايه المحاضره دي. هو الشابتر لسه فيه شويه ديفينيشنز وحاجات تانية، بس انا شايف ان احنا كده وصلنا للفكره الاهم والاشمل اللي احنا محتاجينها.
نفهم يعني ايه بايبلايننج، يعني ايه هازارد، يعني ايه ستولد، يعني الحاجات دي ممكن تتحسن بالكومبايلر ازاي، او بنسيبها للهاردوير هو اللي يعملها. طب لو انا عندي مالتي كور بنفذ الانستراكشنز بارلل ازاي، وفي نفس الوقت بستخدم البايبلايننج ازاي. فانا شايف الديفينيشنز دي ما ينفعش نكون درسنا الكمبيوتر اورجانيزيشن من غير ما تكون عدت علينا. في بس بوينت اخيره حابب اقولها، احنا انا كده خلصت، مفيش حاجه تاني هقولها في المحاضره دي، ولكن في بوينت اخيره اللي هي انا حاسس ان المنهج ممكن يكون تقيل شويه، كتير شويه. بس للامانه انا ما حبيتش ان المنهج يكون بسيط عشان انتوا في معهد والمفروض يبقى الدراسه فيه اسهل شويه من، لا يعني انا ما حبيتش الفكره دي. الكورس انا حاولت ادرسه على قد ما اقدر بالشكل المناسب اللي يرضيني انا، واحس ان اي حد درس الكورس ده فعلا استفاد وخلاه مختلف عن اي حد خريج اي مكان تاني واخد كام كورس كده بروجرامينج وبينافسك في السوق. فده كان الهدف، ان لما بتدرس في كلية تانية وتيجي بعد كده تروح تاخد كام كورس بروجرامينج، انتوا الاتنين بيبقوا ليكوا نفس البروجرامينج سكيلز. اللي يفرق واحد عن التاني ان في واحد بيكون فعلا دارس الموضوع من تحت وفاهم فيه كل حاجة، وفاهم ايه افضل طريقة يكتب بيها البرنامج عشان يوصل لإكسكيوشن تايم عالي، مش بس ان هو يكتب البرنامج والبرنامج يشتغل. فانا حاولت ابص للكورس من المنظور ده، فده اللي خلى الكورس طويل شوية، في معلومات كتير ممكن مختلف عن الكورس انا متاكد 1000000% اللي اتدرس السنه اللي فاتت. انا ما كنتش مش انا اللي كنت بدرسه، بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اخلي الكورس ليه قيمه وهدف، ان انت كبير، بس صدقوني الكورس ده لو حد ذاكره كويس وفهمه كويس هيغير مفاهيمه في حاجات كتير جدا 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 في البروجرامنج لانجوج وفي الفيلد اللي احنا فيه. فهو كورس مش من الكورسات اللي هي ممكن نسهلها، يعني انا كنت ممكن اخد مثلا اول شابترين او ثلاثة واقضي بيهم الترم كله، كل محاضرة ناخد جزء من المحاضرات دي من الاول ثلاثة شابترز يعني. فانا ما كنتش حابب كده، انا كنت حابب اوصل، وكنت حابب اوصل لاكتر من كده كمان، بس يعني لغاية هنا اعتقد ان هو كويس. فالناس ما تقلقش من الامتحان، لو في امتحان ان شاء الله فالامتحان هيكون بسيط جدا، مش هيكون صعب، حاجة كده شبه الميد تيرم. دي بس البوينت اللي انا كنت حابب ان انا انبهها، لان انا ممكن حاسس ان الناس بدأت تقول ان في كونتنت كتير، طب ده الكورسات التانية اسهل. يعني انتوا انا بينت لكم وجهة نظري، فانتوا يعني اكيد فاهمين انا اقصد ايه، واكيد مقدرين ان انا اقصد الخير ليكم يعني. فبالتوفيق ان شاء الله، وإن شاء الله يعني نكون وفقنا الترم ده في الكورس واستفدت منه. ولو في امتحانات أو حاجة فأكيد هنتقابل تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة يا شباب.